أحسن الله إليكم. يقول في سؤال آخر: البعض يقول والله لا أكرهك في هذا اليوم، قاصدا أنه يجعله يكره هذا اليوم إما لجزاءات أو لحسميات، والمعروف أن اليوم من الدهر، فهل هذا يدخل في سب الدهر أم هذه العبارة صحيحة؟ هذه العبارة إن كان قصده سب اليوم هذا لا يجوز، أما إن كان قصده أنه يعاقبه، فإن كان هذا بسبب ذنب ارتكبه أو إخلال أخل به في العمل، وهذه العقوبة مقررة نظاما على الموظفين، فإنه يعاقب بحسب النظام ولا ينسب هذا إلى اليوم، لأنه جاء النهي عن سب الدهر وسب الأيام وسب نعم.